جيت لهنا لأنه فما قضية تتعلق بالمستشفى ولكن تتعلق بالعديد القضايا الأخرى واللي وقع موش طبيعي. معنى اللي وقع من 2007 تقريبا الموجود المشروع موجود وتمت الدراسات بحوالي 7 مليارات، وثم تم تغيير صبغة متاع الأرض وتم البدء في القضية من قبل المحكمة 7 مليارات. ثم الأموال مرصودة من دولة الكويت وتم البت من قبل المحكمة في التعويض. اليوم باش ترجعوا للنقطة الصفر من 2007 ل 2023 باش نعودوا نرجعوا للنقطة الصفر. معنا اللي عمل لهذا مش هو يحب يعمل مستشفى. معنا شوف الأموال المهدورة والفساد. معنا وثم الأرض اللي تم الاختيار عليها بعيدة عن المكان الموجود المناسب. وهذا مش ممكن يتواصل لا لهنا في غار دماء ولا في أي مكان آخر، وسنتعقب الفساد في كل مكان لأنه لغير الصبغة متاع الأرض. ونعود تو الدراسات من جديد بعد 7 مليارات، وبعد يقولوا الدولة ما عندهاش فلوس. هذا يبقى الأرض وحتى الأهالي مستعدين للدفع وقابلين باش يتطوعوا وقابلين التقسيط حصلوا على الحكم النهائي من محكمة التعقيب. انتهى وتم الحكم بالتعويض 6 مليارات تقريبا بعد ما كانت أرض فلاحية تغيرت الصبغة الصناعية. وثم معنا الدراسات مش تعود من جديد ويحبنا معنا 20 سنة أخرين ونحن نتبعوا في القضايا ونتبعوا في الإجراءات، واللي غير الصبغة يتحمل المسؤولية بتاعه. هذا الفساد في تونس لابد من اقتلاعه من جذوره. معنا كما كنهار في لابريس كارين ب 350 ألف دينار في العام ويقولوا ما عندناش فلوس، لأن الفلوس موجودة. ثم هناك لوبيات تسعى إلى ضرب المرافق العمومية متاع الدولة. مش معناها من 2007 مش نعودوا من جديد نرجعوا للنقطة الصفر، وبالتأكيد تكمل الدراسات ونرجعوا للنقطة الصفر. وهذا هو المقصود لنا في القروان نفس الشيء. الأرض موجودة ويجيوا ابتعلة وجود نص قانوني، وثم تتدخل الوكالة العقارية للسكنة وتتغير صبغة الأرض. 150 مليار مرصودة من 2016 ولا 2017، وثم نعود ونرجعوا والناس تموت وما تلقاش وين الداوي. وثم يقولوا في تونس الميزانية مختلة إلى آخره، لا لا وما فماش توازنات مالية. خذوا حكم نهائي، احنا معناها نسعى نحو انه تنفيذ ذلك الحكم ان شاء الله. هما مستعدين يعني يفاوضوا، مستعدين يخفضوا من الأهالي مستعدين وقت يعرفوا فلوسهم وين ماشية. التونسي يؤثر على نفسه، ومستعدين حتى للتقسيط، ومستعدين لكل معنا بكل تلقائية للمساهمة في المصلحة العمومية، خاصة أن الموضوع يعني لصالح الجهة. يعني العقبة اللي تعرضنا لها هو في القيمة هذه اللي وزارة الصحة ارتأت، اللي هي مشتة يعني وراسلت وزارة أملاك الدولة في البحث عن أملاك الدولة. الوقت تبدل فيها أصلا الوقت تبدل فيها من اللي كانت بعد ما تمت الدراسات تجي وزارة أملاك الدولة تبدلها ردة الصناعية. طيب تغير الوضع وتحصلوا على حكم باب، ولكن هم أبدأوا من المرونة ومن الاستعداد بين أنهم يكونوا مرنين في حتى في حقهم أرضهم. تم الانتزاع تبقى القانون، لكن تم التغيير بهدف عدم إنشاء المستشفى أو في عديد الأماكن. جنب الطريق ديريكتور، الماء قريب، الضوء قريب، ستاسيون تاع الوناس فيه بنينا فيها ستاسيون، بعد يجي يقول لك تغير. حتى هالمنطقة هذه الحدودية سيد الوالي باش تمتع كيما المناطق الأخرى. ايش معنى مستشفى ممتاز؟ الخدمات الصحية في وسط غار دماء
معناها قريبة للسكان ويتم الاختيار على قطعة أرض بعيدة اللي معناها مش ممكن باش يمشي لها مريض غير ممكنة. وعلاش هذا الكل؟ هذا ما نش مانش فيه وماش باش نمشيو فيه وترجع معنا بطبيعه الحال التعويض لاصحاب الارض. اما هذا باش نقعد مكتب دراسات مره اخرى ومكتب مراقبه معنا من 2007 بعد انك سيد الرئيس احنا متمسكين بالمشروع ونحبوه يكون في ذلك المكان خاصه لقربه من جميع خدمات الجزء معتمديات يعني قرابة 80,000 ساكن مش تمتع بخدمات صحية. هذا لابد من إنجازه في أقرب وقت. نحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد. معنا ما عادش باش نقعدوا نستناو. تو كيما الآخر المعهد الدبلوماسي جاهز. ما زالوا نستناو في الركوردمون تاع ستاك. تو جاهز قريب العام سيد الوزير. نستناو في الركوردمون تاع ستاك ومتاع لونرس. معنا تبناه في ظرف 3 سنين. وعام نستناو في الركوردمون. أن القروان حدث معنا توا بدلوا قالوا لا فاشو باش نبدلوا المنطقة وباش نعملوا دراسات أخرى. ومن بعد يقولوا وين الفلوس؟ وين التوازنات المالية متاع الدولة؟ هذه فلوس الشعب. ومش ممكن العبث والاستمرار هذا العبث والاستهتار بصحة المواطن وبحقوق المواطن وبالوطن كله. معنا هذه واللي يعلم الجميع معنا من كائنا من كان في تونس وفي خارج تونس أننا سنتعقبه أمام القضاء. لأن اللي وقع اليوم في غار دماء وأثرت نكون في غار دماء في هذا اليوم باش نوري أننا سنقتلع جذور الفساد والتونسيين على العهد وسنمشي قدما إن شاء الله. ولتنطلق الأشغال معنا في يتم خاصة بحضور الأهالي وقدموا في الملف اللي شفتوا انهم قابلين حتى التقسيط. احنا عندنا فيك ثقه السيد الرئيس وحتى كي جينا للسلطات منهم سيد معتمد وسيد معتمد الاول وسيد الوالي كانوا متفاهمين و لا لا هذه حقيقه تغير السيد تولي صناعيه وبعضوه معنا الواش راه فيه هي المنطقه ملائمه وتم الاختيار عليها اي معنا ملائمه للسكان بتاع المنطقه الكل يتم التغيير معناها حتى تكون نائيه وحتى بطبيعه الحال المريض في الاثناء ما يمكن ما يخلطش. مشكورين اصحاب الارض اللي قاموا معناها اللي يعرفوا ان الارض ماشي باش تمشي هباء ماشي للمصلحه العموميه ما اكثرش من هذا. نرجعوا من جديد معناها من 2007 الاموال موجوده اكيد ومن بعد نعملوا في قروضات اخرى. والتونسيين المرضى اللي توا حتى مرأة المريضة اللي تقول بالسرطان ولا هي عندها التونسي عنده الحق في الصحة العمومية ساعة قبل ما يكون عنده الحق في هذه الخواص يخدموا على رواحهم ولكن مش على حساب المرفق العمومي للصحة. والناس تتخفى وراء النصوص وتتخفى وراء بعض الفقرات داخل الفصول وهذا ما يمنع والآخر ما يمنعش. الفصول هذه ما جاء لم ينزل بها ملك الوحي تتغير لمصلحة الشعب. وحتى المشرع لاجتماع في جلسة اليوم الأولى الافتتاحية عليه أيضا أن يضع التشريعات الملائمة لإرادة الشعب وما يرساوش النواب وأنهم مسؤولين أمام الشعب وأن النواب قادرين باش يسحبوا منهم الوكالة بعد سنة إذا لم يبذلوا العناية المطلوبة للبرنامج اللي تقدموا به للناخبين. المنطقة حدودية قاسية ولكن على الأقل تتوفر كل الإمكانيات باش تنحى القساوة والشرف في العيش اللي قاعدين الناس تعيش فيه. لابد من وضع حد لهذا الاستهتار ومش الإدارة المركزية تقرر بناء على ارتباطات جهات معينة مع بعض اللوبيات اللي تحاول تجهض أي مشروع. وهذا نوع من الفساد ولا بد أن يحاسب كل فاسد في تونس. إذا كان الأهالي أنفسهم أصحاب الأرض قالوا قابلين تجي الإدارة المركزية تقول لا واللي يتحمل مسؤوليته حتى اللي في الإدارة المركزية اللي قال لا يتحمل مسؤولية واي وزير واي مسؤول كان يتحمل المسؤوليه قدام الشعب. المفروض اليوم نختصر المسافه في التاريخ وقادرين
والأهالي وقت يراو الأملاك متاعهم ماشية يقول للمواطن والمصلحة الشعب والمصلحة الوطن عمرهم ما يترد. ونعرف حال أهل غردمة وكل الشعب التونسي إيمانه بتونس وإيمانه بمستقبل أفضل وإيمانه بأننا لابد أن نخرج منتصرين، لأننا لن نرضى إلا بالانتصار. ثم هذه العقبات الإدارية اللي تم وضعها هي عقبات مقصودة وليست من قبيل الصدفة. هذا مثال من بين الأمثلة المؤسفة لعدد من المشاريع المعطلة في حين أن الأموال مرصودة، كما مدرسة ترنانة 250 ألف دينار، ولكن لما دخلت الهندسة العسكرية قامت بكل الأعمال بما في ذلك شق الطريق ووضع كل المرافق داخل المدرسة إلى جانب الجسر وكل التجهيزات. وقت توفر الإرادة نجم نصنع ما هو اليوم يعتبر من قبيل المعجزات. اليوم تونس تتوفر فيها كل الإمكانيات وتتوفر فيها كل الطاقات وتتوفر فيها إرادة الشعب الذي سيتقدم إلى الأمام بالرغم من كل العقبات وبالرغم من كل من يحاول تعطيل هذا المسار. هناك التونسيون في كل أنحاء الجمهورية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، من الشرق إلى الغرب، وإن شاء الله حتى هذا بالنسبة إلى الأقاليم يتم الربط بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية. هم ما فهموش يتحدثوا على مجلس الجهات والأقاليم مرة عن كل عمادة، وهذا قلته في غار دماء في عام 2019 عن كل عمادة شخص يمثل العمادة بالانتخاب وهو اللي مش يمثل المجلس المحلي، وإذا كان بالانتخاب ومسؤول أمام الناخبين ثم يمشي للمجلس الجهة باش يتم التأليف بين مختلف المشاريع الموجودة في المحليات في غار دماء باش يمشي الجندوب بالتداول. وعلاش بالتداول؟ باش كي أنا نمشي نعرف شكون اللي جاي بعد، فما رقابة داخلية إلى جانب رقابة المواطنين على من تم انتخاب. في المستوى الجهوي باش يتم التأليف بين مختلف المشاريع اللي تم وضعها على المستوى المحلي، باش تولي المشروع نابع من إرادة المواطنين من إرادة الشعب، وثم يمشي المجلس الأقاليم وثم يتم الاختيار على واحد من المجلس الجهوي باش يمشي المجلس في بارد. لأن الدولة المهمة متاعها هي تحقيق الاندماج. علاش قاعد غار دماء بالشكل هذا ولا ولايات أخرى؟ لأنه دائما السلطة المركزية كانها منة وفضل على الجهات، وهذه كلمة التمييز الإيجابي واللي جابوه، لا تمييز ولا قاعدة تمييز لكن عمره ما كان إيجابي. ويتم أيضا بتشريك الإدارات الجهوية في لأن ولكن بدون الحق في التصويت، وثم يطلع بطبيعة الحال كما جاء في الدستور والقانون الانتخابي يمشي للمركز. لأن منين خرج الانفجار الثوري؟ من الداخل، من المناطق اللي محرومة، خرجوها من التاريخ وخرجوها من الجغرافيا. يولي هو الفاعل في المستوى المركزي في المشاريع التنموية، مش يغيبوا المركز ولكن المركز يكون هو تأليف لمختلف الإيرادات اللي تم التعبير عنها في المستوى المحلي ثم في المستوى
الجهوي ثم بعد ذلك في المستوى الوطني. يتم الاختيار على 3 من كل ولاية في المستوى الجهوي، علما كما قلت أن المديرين العامين للإدارات الجهوية باش يكونوا ممثلين داخل هذا المجلس الجهوي، و بطبيعة الحال بعد يتم الأقليم تقسيم الدولة، وكانت موجودة في وقت من الأوقات في تونس الجهات الاقتصادية موجودة منذ حتى السنوات 20 باش يكون فما توازن بين الداخل والشريط الساحلي بدون أي تمييز. هي تأليف لمختلف الإيرادات اللي تم التعبير عنها في المستوى المحلي. أنا في غار دماء حاجتي مستشفى، في وادي مليز حاجتي مستشفى، لا يقول له باش نعملوا المستشفى لنا، ممكن غدوة تكون في المجال النقل إلى آخر ذلك. هذا يتم التأليف في المستوى الجهوي، كل مشروع نابع من الإرادة الشعبية من الداخل، والمركز هو اللي ألف بين المختلف الإرادات اللي تم التعبير عنها. وعلاش تم الاختيار على القرى كما قلت؟ لأنه نوع من الرقابة الداخلية، مشيت أنت مشى سحاتم، سحاتم مشي مثلا لمدة 3 أشهر ما يعرفش كل مشي بعضه بالقرى. وهذه المجالس البلدية اللي قاعدة أو يكفي من العبث بالاسم بلدية بالاسم، أو كان عنده يتمتع بالشخصية المعنوية ولا الاستقلالية الإدارية والمالية، ولكن هو التدبير الحر اللي حاولوا يفجروا به الدولة، التدبير الحر في إطار وحدة الدولة، مش تدبير الحر في كما قام به البعض ولا حتى حجر أي بقى شيء أي دولة تونسية تولي مجموعة من المقاطعات. ولا بد أيضا من السرعة في الإنجاز، علاش تجي الدول الأجنبية باش تعمل مشروع في 3 سنوات مستشفى تبناء؟ نحن من 2006 ولا 7 ما زلنا نعمله في الدراسات، وما زال لا، إذا هاو طوى كان باش نبدلوا عاد الأرض ودراسات أخرى ومليارات أخرى، وقد بطبيعة الحال الكلفة باش تكون أكبر، هذا فضلا عن أن المكان غير ملائم، فماش حتى مبرر. وقت توفر الظروف الملائمة للعمل والشروط المناسبة للعمل، هناك أطباء مراكمة الطبيب اللي ذكرته معناها يخدم 5 أيام معناها باستمرار، لأنه مؤمن بالمرفق العمومي، والتوانسة مؤمنين بالمرفق العمومي، وفي ظل جائحة الكوفيد ما لقاو كان المرافق العمومية هي اللي المستشفيات يخدموا الخواص على روحهم، ولكن أيضا المرافق العمومية يلزمها تعمل. ومن يحاول إفسادها زاد في المستقبل كما يحصل في عدد من المستشفيات اللي يتحمل مسؤوليته، مش يصيروا آلة متاع سكانير جديدة بعد الجمعة يتم تعطيبها، يتم تعطيبها، ما هذا الموجود في المستشفى العسكري ما توقفتش تماما، وهذا اللي ما زال يعطب آلة في المرفق العمومي سيتحمل مسؤوليته كاملة، لأنه يضرب في أمن الدولة التونسية وفي أمن المجتمع التونسي. هذا اللي واقع في عديد المؤسسات. واليوم على النواب في جلستهم الافتتاحية في هذا اليوم، أثرت أن أكون بينكم اليوم في جلستهم الافتتاحية، عليهم أن يعلموا أننا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، وليتخلص الكثيرون من العقلية التي سادت لمدة أكثر من 10 سنوات، وهذه الآخر أعطاه فلوس، والآخر باش نعمل كتلة، والآخر باش نعمل قسمة، ينتبهوا وأن الشعب وأن الناخبين قادرين على سحب الثقة منهم بعد سنة، واللي ما يتحملش المسؤولية متاعه يسحب منه الثقة. بالطبع.
بارك الله فيك سيد الرئيس. احنا رانا معاك في معناها المحاسبة سيد الرئيس، احنا وراكو قدامك ودمنا ديسبونيبل سيد الرئيس، نفديك بدمنا سيد الرئيس، نفديو تونس بدمنا، احنا رانا نحرصوها، نفديو تونس بدمنا لأن أمانة ونحمل المسؤولية الكل مع بعضنا حتى تكون تونس أفضل مما هي عليه، مش مع عشرة المرات، بمئات المرات، وقادرين على ذلك. ما رأيش شنو قصة غير دماء لولا الأهمال على مدى عشرات السنين قصر ويعتبر نفسه امتداد لحزب أو تنظيم أو مجموعة معينة، أراه باش يتحاسب، لأن الدولة هي دولة كل التونسيين، والمرافق العمومية تقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ الحياد، هو اللي عاملين لوبيات داخل الإدارات لتعطيل المشاريع هذية يتحملوا مسؤولياتهم. اللي يتعلوا بعض الفصول هاو ماشي تمشي عند الكوري يقعد شر وبشرسة بعد شر وبعد أو تمشي للإدارة الفلانية أو الإدارة الفلانية عندها احترازات، ما كذا تدار الدول. معنا الناس بنات مدن جديدة في سنوات قليلة، تشوف أنت بعد الحرب العالمية الثانية مدن جديدة تبنات في ظرف 5 أو 6 سنوات ولا تواصل، ونحن باش نعملوا مستشفى المشكل العقاري موجود لليوم، ومشكل المشكل العقاري مشكل متاع ناس ما تحبش المرافق هذه، وعندهم شكون متواطئ معهم واللي متواطئ معهم وهم يتحملوا المسؤولية مع بعض. هذا المستشفى باش يبقى في مكانه، وكل مظاهر الفساد لابد من محاربتها مرة بدون أي هدنة، مرة هي حرب متواصلة، ولن نخرج من هذه الحرب إلا منتصرين بحول الله تعالى. مرش باش نخليو تونس مرة الفريسة لهؤلاء، مرة اللي يعبثوا بأموال الدولة وعبثوا وما زالوا يعبثوا. عندنا من الثروات الكثير ومن الإرادة والعزيمة أكثر من الأموال، وسنصنع بقدرة الله تاريخا جديدا لتونس. لا رجوع إلى الوراء، لا رجوع إلى الوراء، هناك المستقبل، ونحب ونسلم الراية التونسية لأجيال سوف تأتي من بعدنا لترفع هذه الراية. مع هذا معنى تونس انخر الفساد كالسرطان عافانا الله وإياكم، معنى الذي يعربد في جسم المجتمع وفي جسم عديد المؤسسات. أكيد احنا في مواجهة يومية سيد الرئيس، ملفات عديدة جدا، لكن قاعدين بإذن الله بالإرادة بالعزيمة نواجههم الكل، نحلوا ملفات الكل إن شاء الله بإذن الله، نحلوا كل ملفات عديدة وكبيرة كل جدا. واللي حاول يغطي على ملف هو بيده يولي شريك في الجريمة، واصلوا على بركة الله تعالى، وأثرت أن أكون اليوم معكم في غار دماء حتى في يوم اللي اجتمع فيه المجلس في الجلسة الافتتاحية، ولكن أثرت أن أكون بين أبناء الشعب، لأن انطلقت من هنا بين أبناء الشعب في كل مكان، وسأبقى على العهد مع الشعب لتحقيق أمانيه حتى تسمو أمانيه وتصل إلى مرحلة التجسيد، لا وتبقى مجرد أماني أو مجرد شعارات ترفع.